مهرجان الفانوس للأفلام الوثائقية عاد إلى السليمانية، العاصمة الثقافية لإقليم كردستان العراق، لكنه هذه المرة أوسع أفقا. ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها السليمانية مهرجانا للأفلام الكردية، لكن مهرجان هذا العام يجمع مخرجين من سوريا وإيران وتركيا والعراق، لتتحول الشاشة الكبيرة إلى نافذة تطل على واقع الأكراد أينما وجدوا. هو واقع لونته الحروب والمعاناة. فيلم الكفاح المدفون لزيليمو عزيز وماريسكا ديكر يروي قصة الألغام التي خلفتها نزاعات مزمنة طالت المناطق الكردية. وتطرق فيلم السيجارة الأخيرة إلى وضع أكراد سوريا قبل الانتفاضة وبعدها، وصولا إلى حال التشرد التي يعيشها كثير منهم في مخيمات اللجوء. وبعيدا عن الحروب، تطرق بعض المخرجين إلى قضايا اجتماعية كالعنف المنزلي ضد الأطفال ووضع فئة من الأكراد الرحل في تركيا. الأفلام اللي شفناها اليوم كان واحد من بيناتهم كلش عجبني، وتحت عنوان دوم اللي يصير يعني جيبسي بالإنجليزي، يحكي حكاية يعني كلش دوكيومنتري، يعني كلش مستند، يحكي حكاية مال الجيبسي اللي بال شمال كردستان، بالكردستان التركية. بشكل عام الأفلام يعني كلها جيدة، بس بما أنه أنا من كردستان سوريا كان في فيلم على مخيمات تركيا، فأنا تأثرت فيها كمان وعجبتني أكثر. بين سوريا وتركيا وإيران والعراق جماعات كردية تعيش كل في عالمها، ويبقى إقليم كردستان العراق المزدهر نسبيا المكان الأفضل للتعبير عما يجمعها. رامر حيم، بي بي سي، السليمانية.